هل أنت تعتبر غورباتشوف خائنا؟ لما ظهر غورباتشوف على خشبة المسرح السياسي في قمة السلطة، على هرم السلطة، كنا نشعر بأنه شوف واحد شاب يتحدث بدون صعوبة زي ما تحدث ليونيد بريجنيف والقيادة القدامى، وفكرنا بأنه خير بالنسبة لنا. ولكن لما تسمع كلماته وما تقول به تأخذ تفهم أنه هذه الكلمات يعني الكلام فارغ فاضي بدون معنى بدون مضمون، يتحدث 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 وكأنه أستاذ ويحاول أن يعلمك كل، يعني كنت أعلم رماية كل يوم، ودائما يعلمنا الرماية كلامية ولكن بدون أي معنى، لأنه السنة مضت وأخرى مضت ما فيش تغيير، والتغيير إلى من سيء إلى أسوأ. الشاب كان ينتظر قدوم واحد سياسي آخر، وظهر بوريس يلتسين، ونحن نعلم أن الزمرة الغربية المتساهلة أخذه و يعني نصبه في هرم السلطة. غورباتشوف نصب يلسن في هرم السلطة. لا لا لا، الزمرة الغربية المتساهلة من الخارج، لأنه الآن نحن نرى أن قيادات عالمية معظمهم منصوبين بأيدي أمريكان واللوبي التعيوني. فلذلك إذا هل أفهم من ذلك دكتور ميخائيل أنه اللوبي الصهيوني كان له يد في وصول يلسن للسلطة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي؟ أنا لا أشك في ذلك، وحتى الآن حتى ما يدور في الشرق الأوسط القيادات العربية، وأشوف رغبتهم بتوثيق العلاقات فيما بين إسرائيل وبين البلدان التي يترأسونها.